أنا والأشواق نحتسي لوعة الانتظار، تمر الأيام فتسدل ستائرها، ويقف الزمان حائرا فقد ذاق غيابك مثلي وأدمن. كلمات رقيقة جدا لنزار القباني، كأنها بتصف حرارة الشوق والانتظار لفتاة بتتمنى الزواج من حبيبها. في الحالة اللي معانا النهاردة هي فعلا قصة حصلت لبنت بتتمنى انها تتجوز واحد اسمه نادر. ادعولي اتجوز نادر، ورقة كتبتها احد الفتيات وهي بتوزع زجاجات مياه او علب مياه للناس بنية الزواج من حبيبها، ووثقتها في فيديو من امام احد المساجد في انتظار خروج المصلين عشان توزع عليهم ازاز المياه عشان يدعوا لها انها تتجوز نادر. جرح قلبي وهم اطول عناي ليت الاقدر جرح قلبي وهم اطول عناي ليت الاقدر. مقطع جميل جدا وانتشر على السوشيال ميديا بشكل كبير ومشاهداته كانت بالملايين، وناس كتير علقت عليه منهم علي العمري اللي قال في قضايا الحب مشكلة لما يكون الحب من طرف واحد، فهو متخيل ان الحب هنا من طرف واحد وان البنت بس هي اللي نفسها تتجوز نادر. جاسر قال ليس صعب على الله ان يعطي لكل سائل مسألة، ولكن دايم نقول ان كل خير في كذا سهلة لي او سهله، دايما نقول إن كان لي خير في كذا سهله لي وإن كان فيه شر تبعده عني. الدعاء إذا استجاب يستجاب حسب طلبك، ولكن تتحمل العواقب لأنك اخترت وحددت شيء. المهم يحصل سواء خير أو شر. سامي العنزي قال الله يتمم لها على خير ويحقق لها اللي بتتمناه، والأماني ما هي مستحيلة على ربي. سلطان برضو كان شايف حاجة تانية شوية فقال إن الحب واستنزاف المشاعر تجاه شخص ذو مستقبل غامض ضيع للوقت والجهد والجمال والخصوبة ومصير حتمي للعنوسة. سارة الزهراني شايفة إن ده مرض، هي شايفة الفيديو أصلاً هو حاجة مش كويسة، فبتقول هذا مرض نفسي يحتاج إلى علاج بسرعة قبل ما تتطور الحالة وتروح فيها. حساب تاني باسم زاهم شري بيقول بستغرب من الحب اللي يخلي صاحبه يعمل حاجة كبيرة كده عشان حد تاني، اللي هو الحد التاني بالنسبة له إيه عشان يعمل كده؟ إمبريسيف. مجموعة من المصريين علقوا برضو على الأمر بسخرية زي آية إبراهيم اللي شايفة إن نهاية الكلام ده نهاية سودة، فبتقولوا بعد ما تتجوزيه تندمي وتدعي على الناس اللي دعوا لك إنك تتجوزيه. حاتم حرب كمان علق على الموضوع وقال بعد ما هتتجوزي هتبهدليه في محكمة الأسرة. آخر تعليق معانا من فارس اللي قال أنا تخوفني هذه الدعاوي، يا أخي يمكن الشخص اللي خصصته يتغير عليك وتكون حياتك جحيم، أو يمكن تحصل له ظروف أو ممكن تحصل له ظروف تصعب عليك العيش معه، فشوف إنك لو تطلب التوفيق في الزواج مثلا كان أفضل من إنك تخصص اسم معين، فإن كان التوفيق مع صاحب الاسم أو التوفيق مع غيره فساعتها الدعوات لما تستجاب هتكون حياتك أجمل. دي كانت تعليقات الناس أو تعليقات بعض من رواد السوشيال ميديا، وإحنا كمان بنتمنى كل الخير للبنت دي أيا كانت هي فين، ونتمنى أن نادر يشوف رسالتها زي ما ملايين الناس شافوها.